السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير رؤية الجوافة في المنام، ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. تفسير حلم الجوافة في المنام: رؤية الجوافة في حلمي يمثل الخير أو المال. الجوافة غير صالحة للأكل، يتعني النميمة والعض. تشير رؤية الجوافة غير صالحة أيضا إلى الخسارة، سواء كانت مالية أو تجارة. هذا يشير أيضا للعديد من مخاوفي وأحزاني. تشير رؤية شجرة الجوافة إلى النجاح في الحياة الواقعية. تشير رؤية عصير الجوافة أو شرب عصير الجوافة إلى وصول الفرج والقضاء على القلق والحزن. وأيضا تفسير رؤية شراء الجوافة: رؤية شراء الجوافة يعني أن القلق والحزن قد اختفى. يظهر شراء الجوافة في المنام أيضا إلى إلحاحي صاحب الرؤية لاتخاذ قرار، لكن مخاوفه ستختفي. تفسير حلم عصير الجوافة: عندما تشرب عصير الجوافة ترمز إلى صلاح حالها. رؤية الحالم يشرب عصير الجوافة يشير إلى أن الحزن قد تم إصداره للحالم. رؤية عصير الجوافة أمر سهل بالنسبة لي. تفسير حلم شجرة الجوافة: إذا كنت تستطيع أن ترى الفاكهة بشكل عام فهذا يعني اللطف والعطاء. رؤية شجرة الجوافة يدل على أن الحالم سوف يحصل على الرزق والبركة. ترمز رؤية الجوافة أيضا إلى النجاح والتميز. تفسير حلم الجوافة الخضراء: تظهر رؤية الجوافة الخضراء النجاح والترويج بطرق عديدة. وأيضا تفسير حلم الجوافة الصفراء: يرجى الرجوع إلى الجوافة الصفراء في حالة حدوث مشكلة وأزمة. كما أظهرت الجوافة الصفراء في الحلم إلى بعض ممتلكات الشخص الحالم. وتفسير أيضا حلم الجوافة البيضاء: تشير رؤية الجوافة البيضاء إلى أن الحالم يشعر بالارتياح. وأيضا تفسيرات أخرى لحلم الجوافة: تظهر رؤية أكل الجوافة في الحلم أنه يمكنك كسب المال بعد المشقة والتعب. تشير الجوافة أيضا إلى مكبر صوت جيدا. إن رؤية ثمرة الجوافة الخضراء هي رمز لاختفاء بعض المشاكل والخلافات. رؤية حصاد الجوافة في المنام يدل على أن الحياة هادئة وسعيدة. ورؤية حلم الجوافة للمتزوجة: الجوافة الطازجة وفي موسمها تدل على زوال التعب والمرض وعلى البشرة الأغبار السارة. ورؤية شجرة الجوافة وممتلئة بالثمار تدل على الخير الكثير وعلى زوال المشاكل والمتاعب. وإذا رأت المتزوجة أنها تأكل جوافة بيضاء فهذا يشير إلى الراحة بعد التعب وعلى السلام النفسي واستقرار حياتها الزوجية. وإذا رأت أنها تتناول عصير الجوافة فهذا يشير إلى رغد العيش، كما يدل على تخطي المحن والصعاب. أما حلم أطف ثمار الجوافة للعزباء، رؤية أطف ثمار الجوافة دليل على الاستقرار المادي والنفسي. وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تقطف ثمار الجوافة من فوق الشجرة فهذا يشير إلى النجاح والتفوق في حياتها الدراسية وحصولها على مؤهل علمي بامتياز. وغير مستحب رؤية الجوافة الصفراء، وتدل على المتاعب والهموم، وقد تدل على العلل والاستقامة. الجوافة الخضراء تدل على الحصول على المال الوفير. أما الجوافة الفاسدة في المنام: الجوافة الطازجة تدل على رغد العيش والرخاء، وأكل ثمرة في وقته يدل على الخير الكثير وعلى صلاح حياة الرأي. كما يشير رؤية الجوافة البيضاء على الرزق الواسع والحصول على المال من مصادر حلال. وغير مستحب أكل الجوافة الفاسدة أو شرب العصير الفاسد كذلك رؤيتها فهذا غير جيد، ويشير إلى المحن والعقابات التي تواجه الرائيون على صعوبة الحياة. وتفسير حلم أطف ثمار الجوافة الخضراء: رؤية أطف ثمار الجوافة في المنام تدل على الاستقرار والسعادة. حلم أطف ثمار الجوافة في المنام تدل على زيادة المال والجاه. رؤية أطف ثمار الجوافة الخضراء تدل على الحظ الجيد وعلى الأخبار السارة. ودي كمان تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير رؤية الجوافة في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة ونفسر حلمك مع ياسمين.